حصريا. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة. ليلى مراد لما بدأ يظهر عليها الأعراض الفنية، الحب جميل للي عايش فيه. من الحكايات الشهيرة في علاقة ليلى مراد بأنور وجدي، يعز من عيني قلبي لقلبك مال. في مرحلة، دي المرحلة الأخطر في حياة ليلى مراد، عينه بترف ورأسه بتلف وعقله فاضل وداوي يخف. تشاهدونا في الأوقات الثانية. قول يا نور العين.